فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. لا سيدنا محمد ولا آله سيدنا محمد يا رسول الله سلام عليه يا رفيع شان والدرجي miskin yang menang bisa jadi jahat.
sangat tuding tuding jadikan kekayaan.
Wow.